اخوان دوزنا واحد الليله واعره هنايا مع الدراري، تلاقيناهم صدفه، تشرفنا ماشي صدفه، هي كان برنامج ولكن انا قدرا في بحيره عقل ما زكزان ما كناش عارفين هما باقيين هنا. تابعت علينا مسيو علي شاف بيكالات هو يعرفهم السي فؤاد، حتى هو راه معروفين تبارك الله بالسفر بالدراجه الهوائيه ولكن بنوع خاص ديالهم البرونتون البرونتون. التجربه ديالهم صراحه فريده في المغرب، ربما ما كاينش ياك شي واحد كيسافر بها. لا اظن ذلك وداك الشيء اللي شفت على العموم. التجربه نتمنوا تعمم ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. دايرين تبارك الله التراجي تقريبا نفس التراجي ديالنا، كاين شي اختلافات اللي صغاورين. الليله دازت واعره صراحه، زوينه، الجو خطير خطير بزاف. نصح اي واحد يدوز هنايا خليو الكلمه لبسيو فؤاد. ايوا اخويا نتمنوا في هذا اللقاء يكون لقاء يعني الحمد لله داز بواحد الاجواء زوينه، ونتمنوا لكم طريق السلام ان شاء الله. امين. وصلكم الله السعري. ايه كنتمنوا لكم حتى نتوما تكملوا هذه الرحله مزيانه و ان شاء الله لينا وليكم. علاش لا مره اخرى عاوتاني جبنا شي لقاء اللي نكونوا نشوفوا القنيطره ان شاء الله. واش سبحان الله القنيطره ما كنتلاقاوش طلعينا في بقى عندنا المسير ان شاء الله في الرحله ديالنا حتى الايميل شال الى كتاب ان شاء الله. الله يسخر اللهم يسير الايميل شال زاوية أحمص إن شاء الله. عندنا تحدي إن شاء الله، هذا هدف من الأهداف اللي إن شاء الله غنوصلوا له. إيوا خويا حنا كنتمتعوا بالرحلة ديالنا والأجواء هنا في إقلما ميزكسا. تقريبا عندنا ثلاث أيام تقريبا، الجو جميل، هذاك الشيء هو اللي خلانا أننا باش نجلسوا هنايا وكنتمتعوا بهذه اللحظات ومعنا الإخوان رضا سي الهاشمي بارك الله فيك. انسان ظريف وبزاف الحمد لله. مره اخرى الله يحفظك الله ما شدوكمش. سي فؤاد البارح البارح ما صورناش في الليل صراحه، التليفون ديشارج عليا انا بعدا وكان الليل اصلا والليل ما غيبانش مزيان دونك خليناها حتى الصباح. الجو صراحه ما تسخاش به حتى في الصباح، وثاني من فقنا تقريبا مع شي الخمسه البحيره. الله وسمعوا لي اللي كيشوفونا وبين وبينكم راه غنشدوهم غير يرجعوا معنا، فهمتي؟ راه جمعوا الباكطاج ديالهم ولكن غادي نشدوهم يجلسوا معنا صافي. يلا ان شاء الله الرحمن الرحيم. تمنى عليك ان شاء الله سعيد اخويا. السلام عليكم. ما سرقوا لك شي حاجه؟ راه صفاره واحد السيد اللي راه سرقوا ليه شي حاجه اللي حمقوه. خير هذا اللصوص هما هذا الا في الجو قال شي حاجه كنت مطونطي هنايا الله يمد لك. شنو ما كان بقى يكون باقي فيها الريحه ديال الماكله. اخوان صباح الخير. احنا دابا خارجين من عقل ما مزكزا ان شاء الله الرحمن الرحيم، وغنتوجهوا ان شاء الله طريق الى تيق المامين نظارة الاطلس. واحد المعلومه على هنا على عقل ما مزكزا، كما سمعتوا بزاف ديال المعلومات يعني قال لك راه الماء نقاص والشجر كذلك وتزيد وتزيد وتزيد، فان الماء هنايا ديال الشريب غير موجود ومتوفرش. لذلك الناس شنو كيديروا؟ كيشربوا من جوج بلايص. عندك هنايا كيشربوا من البحيره كيعمروش من الجناب، اما كيعمروا فات الصباح بكري بحال دابا راه السبعه كيعمروا من الداخل، كيدخل شي واحد يدخل الداخل ديال البحيره الوسط ديالها ويعمر، او انه كيجيو لواحد البير. ها هو واحد البير، شوف واش كيبان هنا ما كيبانش واقيلا، او جنب الطريق البير راه فيه السيد تيعمر هذاك البير عاوتاني تيعمرو منه. والمشكل ديال هذا البير هو انه عامر بالوسخ، يعني انه تيعمر بالماء غير في الصباح بكري وهو نشف، ولكن الصباح بكري تيعمر بالماء. دابا اي واحد يقدر يسقي منه يشرب منه، ولكن في الاشياء في شي تعمر الدنيا هنايا وكذا ماشي بقاش فيه الماء. لذلك هنا اللي جاي من الافضل انه يجيب الماء ديالو معاه، والا ما كانش غيشري مثلا الماكله خضره من هنا يعني طاجين طايب ولا غيره، فان الخضره ما كتباعش هنايا. الخبز موجود، الملوي، البيض، اتاي واجد، طواجن واجدين، كلشي موجود الا الخضره. مثلا بغيتي طيب راسك هذا يكون مشكل، مع هذا لا الا زعما على شي حد وتمشي عنده طلبوا ولا يبيع عليك، طلبوا باش يبيع عليك ولا يدبر عليك ولا المهم هادشي اللي كاين.
يعني هذو فقط لي وصلنا مفترق طرق تاع البارح اللي هبطنا منه لعقل ما مزكزا. هنا هذا الاتجاه ديال عيون ام الربيع. حنا نطلعوا دابا الاتجاه ديال خنيفره باش نخرجوا لاجدير ان شاء الله الرحمن الرحيم. طراكش بن طالع حنا نشوف زين ان شاء الله ديالنا كما العاده. هذه كتبقى الطريق ديال خنيفره 23 كيلومتر من هنا. هاد الطريق اللي جينا حنا ديال عقل ما هي 7 كيلومتر لقطانا حتى لدابا. حنا غندورو على اليسر علاش باش نمشيو لتيك المامين في كاين اجدير اجدير ليها 7 كيلومتر من موراها عاد غنهبطوا لاقل تيك المامين ان شاء الله الرحمن الرحيم. يعني من الاشكال واحد الملاحظه انا قلت لك قلت للسي هاشمي قلت ليه هنايا في البلايك ما كاينش سميتو تيك المامين ما كاينش بلاكه ديالها. ومني سولنا اصلا حنا البارح والبارح كنسولوا على تيك المامين قال لك راه عاد تفوت اجدير ما تلقاش بلاكه تلقى واحد الطريقه تهبطك على اليمين يعني فيها واحد الحجره وكذا يعني اغلبيه حنا خصنا نمشيو نسولوا. هادشي اللي كاين ندير الملاحظه اللي كاينه ان شاء الله الرحمن الرحيم. دابا حنا في الطريق ديال تيك المامين. اجدير هي هذه عباره عن قريه اسكان كاينه واحد القهوه هنا قال لينا السيد يلاه سولنا دابا هاد القهوه هي اللي فيها واحد الحانوت هي خصها تقدم لنا عاد تهبط لتيك المامين لان تيك المامين ما فيها حتى حاجه يعني في الغالب يكون الخبز ولا الماء ولا حتى الماء ما كاينش على حسب ما سمعنا ان شاء الله الرحمن الرحيم. الاجدير حنا دابا في اجدير كتلقى جوج طرقان يعني واحد الطريق كتديك نيشان وواحد الطريق كتقلب على اليمين. وكاينه هنايا في اجدير كاين واحد القهوه وحده فيها حانوت في داكشي المعلب ولا المصبر يعني تشري منه باش تقضي لتحت والخبز لتحت. المشكله في تيك المامين ما كاينش الخبز قالك ما كاينش اللي كيبيع الخبز الماء موجود بالنسبه للشيء الاخر التقيوتات وكذا راه ما كاينش اللي كيبيعهم ماشي بحال الويوان ولا اقل مام ازكزا ولا غيرها. الناس ديال البلاد تما دايرين بعدا شويه الرواج ماشي بحال هنا ولكن حنا نشوفو نهبطو تما ان شاء الله ونشوف شنو كاين. سي لاشمي تحيه عاطيه ما كاينش الماء الا تكون شاد طريق تيك المامين غتوصل حدا المية والغابات. ها هي السياج ديالها غير دوز على الطريق الجديده. ها هي الطريق الجديده راه هي دايزه من تما يلاه كيقادو فيها دوز من تما. ضروري تعمر الماء من هنا علاش لان في تيك المامين قالك اغلبيه ما كاينش الماء تما دونك نعمرو حنا قرايه عندنا واحد القرايه هما نعمروهم على اساس الشريب مازال الغسيل وكذا راه كاينين في العين في الضايه تما ان شاء الله. كما قال السي الهاشمي كيقولوا واحد البير دابا منطقه ما كتكونش عارفها ضروري كدير احتياط عندك مادي عمرو قرعات ان شاء الله الشرب هذا هو المهم. اي نعم اللهم يسير. هي هذه الدخله كنخليو الكودرون كنهبطو على اليمين عفوا هبطو على اليمين. هي هذه لابيس ديال تيك المامين لابيس شويه مكرفصه مكرفصه ماشي غير شويه كما قالهاش صراحة مكرفصة ما عرفنا شحال المسافة ديالها صراحة قال لك شي جوج كيلومتر ما نعرف ونشوف باقي مع لابيست والبيست شوية محجرة بزاف باقا ممتدة بحال هكا كتبان لينا البحيرة الأولى ها هي والبيست هي دايرة هنا باقي هنا دايرة وندخلو معاها هنايا في البلاصة سير الله خير. البحيرة الثانية سبحان الله اللون أزرق البحيرة الأولى لون أخضر ما شاء الله تيك المامين حنا فيها دابا طبيعة الحال تا هما راه الما ناقصة هو الما فين تيكون الحد ديالو وربما هنايا الما في الشعمر تيبقى يتلاقاوها والمجرى ديالو تيتلاقاو بجوج سبحان الله. البلاصة لي تيطلعو يتصورو منها الله أعلم إلا ما خفت هي داك الجبل لي هاد الراس هدا مولاي الهاشمي مولاي هاشمي على سلامتك إجاك المنظر رائع سبحان الله نظارات الأطلس أول شيء تبوز علينا الهاشمي سبحان الله خضرة والعوينة أولا البحيره اللي هي زرقاء اه الخضر فاش كاين دابا دا يكون في القاع ديال الربيع ممكن
اصواتك اللي مخيمين في هذا الخنت هنايا اكثر من في البحيره الاخرى اكثر من هنا. كاين يلاه واحد راه ثاني راه تحت هذا راه مخبي واحد مخبي انت وفلاش ما تبقى لوين البحيره الاخرى مخيمين فيها اكثر من هبطنا البحيره سلنا دابا حنا طالعين للبلايصه ديالنا طلعنا من الكارات كنا نديرو لي طون ان شاء الله هنا ندوزو الليله الى الفيبيشين. هذا هو كاسكروت ديالنا وهذا هذه هي البيشيكا حيطون منظر الجميل ما كيبانش لان دار الغرب وقيته ديال المغرب الناس راه مخيمين هذه هي البلاصه فين بيتي ان شاء الله فين بيتي ان شاء الله الرحمن الرحيم يمشوا معنا. تراجيدي اليوم كاين زويون ضربناش بزاف باش خرجنا من عقل ما مزكزا حتى تيقل مامين تقريبا واحد 30 حتى 35 كيلومتر دزنا من طريق خنيفرة ما دزناش الخنيفرة طبعا لكن مشينا لأجدير من أجدير واحد 12 كيلومتر كلها كما شفتوا في الفيديو كيعاودوها يعني كاين قدرون من القدرون يعني كتكينا واحد تخلع على اليمين هي اللي كتهبطك هنا بيست تقريبا غيكون فيها شي كيلومتر ولا كيلومتر ونص هادشي اللي كاين بلايص زوينين الناس مخيمين هنايا بيتين كل واحد واش مشي يدير العمان فيها زوين بزاف لا في الضايه الاولى لا في الثانيه وسبحان الله كما قلنا وحده خضراء وحده زرقاء ودا في الغالب راجع للربيع اللي نايض لتحت ديالها هادشي اللي كاين يعني اليوم تراجي زوين وين حلو 30 كيلومتر حلوه خرجنا مع شي 7 شي 11 كنا هنا طلعنا لها خاطرنا كاين طلوع وطلع طويل ولكن مقدور عليه ماشي حاجه اللي صعيبه يعني كطلع مرتاح غدا ان شاء الله غنشدو طريق خنيفرة يعني غنطلعوا نحاولوا نوصلوا لخنيفرة باش نكملوا التراجي ديالنا مازال فيه شي بركه يعني شي ايامات تبعوا معنا ويكون الخير ان شاء الله الرحمن الرحيم. اذا دابا نخليكم في امان الله وحفظه وتصبحوا على خير والسلام عليكم. دابا هو عبد الجبار تيسول فينا مبرزنا وما عندناش الضو مع الاشكال او مع الاسف نشوفش على الضو هذاك الضواو اللي شاعلين هذا راه السي الهاشمي تيهضر مع عبد الجبار في الهاتف. السلام عليكم صباح الخير اخوان. صباح الخير سي الهاشمي على سلامتك. الله يسلمك الله يحفظك. احنا في قمه ديال الجبل اقل ما مزكزا تيقل مامين تيقل مامين كنقلبهم ما عرفت علاش على العموم احنا في قمه ديال الجبل ديال تيقل مامين في القمه واحد المنظر العين الاولى العين الثانيه بجوجهم تيبانوا من هنا منظر جميل جدا سبحان الله. دابا راه الساونز ديال الصباح المسار ديال القمه ديال الجبل ما واضحش ولا ما باينش كاع يعني الا ما لقيتيش شي واحد اللي تسولو فما عليك الا المغامره ماشي المغامره ولكن تبع المسار اللي متراسي برجل وسط الجبل وغتوصل ليه ما بعيدش بزاف تقريبا واحد ربع ساعه ثلث ساعه ديال الطريق. هذا مكان حنا نقربوا لواحد الحجر اللي كيتصوروا منه وكياخذوا منه صور جميله جدا. السلام عليكم صباح الخير. سري دابا بخير. اليوم طلعنا كما قلت قبيلات طلعنا القمه ديال الجبل ديال تيقل مامين حمقنا اولا باش نلقاو المسار يعني باش نطلعوا ما مترسياش طريق بحال اللي كاين في البحيرات الاخرين باش طلع القمه بحال اللي كنا البارح في اقل مام هذه الاقل مام زكزا تراسا والطريق يعني ولات ساهله اي واحد يجي يطلع واخا راه كاين العقبه. دابا هنا مازال الطريق ما مترسياش ولكن هما غيتراسيو معلقين واحد البلاكاب اللي غيتراسيو الطريق وغيقدم المسار الجبلي ديال القمه. هنا وصلنا للقمه ديال الجبل حرفتنا عاوتاني يعني تلفنا على الحجره ما حنا ما اول مره نطلعوا ما عارفينش الحجره بدينا تنجربوا راه شحال من حجره وشحال من موقع اللي جربناه هنايا باش نشوفوا المنظر واش غيتشدوا البحيره بجوج ولا لا لان اغلب الصور اللي شفناهم حنا باش حددنا الحجره يعني توفيقا من الله عز وجل باش حددنا بالصور بعض الصور ديال شي ناس شفناهم وحددنا الزاويه ديال سميتو الرؤيه الصباح بكري حتى واحد مازال ما فايق الناس اللي مقيمين هنا الناس ديال البلاد حتى واحد ما فايق حاولنا نقلبوا عليه راسنا والحمد لله حنا طحنا في هذه الحجره. المهم تيبان هي ديال الحجره اللي كيتصوروا منها المهم اللي كتعطيك منظر كامل للبحيره تنزل تيبانوا بجوج من هنا مزيان سبحان الله. انا مازال ما شفتش السي الهاشمي قال لي راه مزيان حتى الفرق ديال اللون تيبان من هنا مزيان سبحان الله سبحان الله
إذا المنظر سبحان الله جميل وجميل جدا، منظر خلاب. متكرهش تبقى واقف هنا وكتشوف. نخليو السابعة صباحا خدينا تصويرات، حنا في مسار العودة دابا، الطريق راه بداو كيتراسيوها، كيصايبوا المسار الجبلي للصعود وكيطلعوا من مزيد الباركينغ. ها هي الطريق كما كتشوف، إذا حنا غنجربوا على الله توصلنا، ولكن باين هذا تراساج جديد بادينا من التحت، نهبطوا معاها نشوفوا فين تخرجنا في الباركينغ. حنا طلعنا من الجهة الأخرى، قطعنا البحيرة، يعني نزلنا من البحيرة الثانية الزرقاء، وطلعنا مع جبل غيه كنكتشفوا فقط. دابا حنا غاديين مع المسار الجديد على مولانا، ما كاملاش 10 دقائق من القمة حتى الباركينغ. ها الباركينغ يعني ما كاملاش 10 دقائق حتى البلايص فين حنا مطونكين حتى لتحت، يعني بسم الله، يعني مسار مختصر ومختصر جدا 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 وزوين. حنا اكتشفناه فقط، وصلنا بسرعة للبلايصة ديالنا. إذا هادي هي لاطونت، هما هادو بجوج بسكليطة شينو، ها هما هي. إذا حنا غنوجدو دابا حاليا الفطور، وفي نفس الوقت غنجمعو الباكاج ديالنا باش نتحركو إن شاء الله الرحمن الرحيم. اليوم صراحة الوجهة ما محديناش، كنا محدين خنيفرة، واحد الطريق كاين هنايا واحد الكودرون يلاه تيقادوه، نتمنوا أن نتلاقاو شي حد ونسولو، يعني عطينا الإفادة فين كيخرج. الإنترنت ما كايناش هنايا ضعيف بزاف ما كتخدمش، حنا نكتشفو إن شاء الله، إما نمشيو خنيفرة إما نتبعو ديك يلا طلعنا من لابيس ديال تيك المامي، هي هادي طريق مكرفصه صراحه طلعه ديالها. سولنا شي اصدقاء هنايا ولا المنطقه شي ناس هنايا، قلنا البارح غنشوفوا هاد الطريق، هاد الكودرون اللي يلا كيصايبو فين تيخرج، لحقاش في المابس ما تيعطيش. قالوا لنا بلي راه كاين من هنا من هاد البوان هادي من هاد النقطه واحد 2 كيلومتر وتيسالي، ما تبقى غير بيست وتيخرج واحد الفيلاجات واحد الدواور. دونك حنا ما نشدوش، غنرجعوا من هنا لهي الطريق ديالنا، ماشي هادي اللي كتشوف فيها اللور، ولكن هادي اللي قدام انا نصورها، هي اللي فيها غادي فيها الهاشم.